استعادة السفير خلال هذين اليومين. التدخل الروسي العسكري جاء بناء على طلب رسمي من السلطة الشرعية السورية ممثلة بالسيد الرئيس بشار الأسد المنتخب من الشعب العربي السوري صاحب الحق في اختيار نظام الحكم الذي يريده والمستقبل الذي ينشده. وهذا الطلب الرسمي السوري ينسجم مع القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة